وفي تصريح خاص لمركز الأخبار، أشادت سعادة السيدة سارة بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أشادت بالنسخة السابعة لمعرض البحرين الدولي للطيران، مؤكدة على العلاقة الاستراتيجية التي تربط قطاع الطيران بقطاع السياحة ودورها البارز في وضع مملكة البحرين على خارطة الطريق. احنا في البحرين اليوم نحتفل بالنسخة السابعة لمعرض الطيران. هاي المعرض طبعا احنا دائما علاقة قطاع السياحة بقطاع الطيران علاقة يعني جدا وطيدة مثل ما نقول. يمكن من الأشياء اللي تبرز مكانة البحرين اليوم على الخارطة سواء كان سياحية أو من ناحية قطاع الاستثمار مثل هالمعارض اللي تصير، فنشوف أهميتها، نشوف الشراكة مع القطاع الخاص. طبعا في معرض الطيران اليوم في تواجد جدا جميل من الشركات العالمية، من الشركات المحلية، من الشركات يعني سواء كانت في قطاع الطيران أو حتى بنوك. يعني نشوف المستثمرين جايين، نشوف في عدد من الاتفاقيات اللي بتصير، اتفاقيات كبيرة، اتفاقيات عالمية. طبعا مشاركة خلينا نقول هيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض الطيران تمثلت بجزئيتين. طبعا جزئية واحدة اللي هي عندنا منصة هناك تبرز شنو هو المنتج السياحي عندنا في البحرين، شنو الأشياء اللي عندنا في مملكة البحرين من ناحية السياحة. كذلك عندنا منصة في المنطقة العائلية مثل ما نقول، يمكن سوينا فود فيستيفال بسيط في هاي المنطقة بس عشان إن العوائل لما تروح تستمتع. مثل هالفعاليات احنا يعني الحلو مثل هالفعاليات إن هي يعني تبرز مكانتنا وتبرز مكانة البحرين سواء يعني على الخريطة العالمية أو حتى على الخريطة اللي موجودة يعني ريجنالي أو في جوا مجلس التعاون. فإن شاء الله لاقينا إقبال وإن شاء الله الإقبال بيزيد. يمكن اليوم مباشر عندنا يعني بتكون فرصة حق الناس اللي ما راحوا، بالعكس احنا يمكن بننتهزها كفرصة ان احنا ندعوهم ان يزورون معرض الطيران. في أشياء وايد حلوة، أشياء جديدة طبعا مو بس حق يعني عشان المستثمرين يكونوا متواجدين هناك، ولكن حتى حق المواطنين وحق زوارنا.